زوار معرض الكتاب السنة دي عندهم فرصة أنهم يشوفوا جناح مختلف، أو بمعنى أدق معرض للأطفال في جناح وكتب وأنشطة وعروض فنية، مسرح تفاعلي وعرايس بتقدمه فنانة مصرية عاشقة للأطفال قدرت أنها تبهر آلاف الأطفال بمعارض الكتاب في الإمارات، ونقلت هذه التجربة السنة دي في معرض القاهرة الدولي للكتاب. وهي معانا دلوقتي عبر زوم الفنانة نيروز الطنبوري كاتبة الأطفال. صباح الخير عليكي يا نيروز، وأهلا أهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر. صباح الورد يا رومانا، مرسي جدا. أهلا بيكي. يعني في البداية خلينا طيب نعرف السادة المشاهدين يعني إيه مسرح تفاعلي، يمكن إحنا بنسمع هذا المصطلح يعني بقالنا فترة، فخلينا نعرفهم ايه هو المسرح التفاعلي، ايه الاختلاف اللي بيكون بينه وبين مسرح الطفل او مسرح العرايس. مسرح التفاعلي هو فكره لطيفه تخلي الاطفال يشاركوا في المسرحيه اللي بتتقدم، بمعنى انهم يكون ليهم دور، سواء الدور ده كان قبلي او بعدي او اثناء، بمعنى انه الطفل ممكن جدا ان هو يشارك في تاليف المسرحيه، يعرض عليه العمل قبل ما يقدم على خشبه المسرح بشكل نهائي. فالشغالين على العرض سواء كان المؤلف او الكرو كله يعدلوا بعض الامور، يشوفوا الطفل ايه دوره في الموضوع، ايه اللي حابب يغيره. يعني يا نيروز معلش خليني برضو يعني استوضح النقطه دي معاكي، بيعرض على الاطفال المشاركه في العرض نفسه ولا الاطفال الحاضره؟ يعني واكيد لو هيتلف التاليف يعني، بس التاليف ما اكيد مش الاطفال الحضور. بصي حبيبتي، يعني هو المساله لطيفه وممكن تتعمل باكتر من شكل، ممكن في أي مرحلة من المراحل يتم مشاركة الأطفال، ده اللي أنا أقصده. يعني ممكن جداً يكون المؤلف شارك في الأطفال في حالة التأليف، ممكن أثناء إعداد الحالة المسرحية والمسرح والسينوغرافيا بتاعة المسرح يشارك الأطفال. لما أنا شاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بقصة ليا كانت اسمها قصة مسرحية القرية السعيدة. مسرحية القرية السعيدة دي أنا وأنا بشتغل عليها في البداية عرضتها على الأطفال في مدارس في الإمارات، مدارس من يعني أطفال من جنسيات متنوعة شاركوا معايا في حالة التأليف. بعد ما تم إنهاء العمل وأصبح قصة للأطفال، بدأت لما أأديها كمان أقوم بمشاركتهم أثناء العرض، يعني أثناء ما أنا بحكي كده أسحب الأطفال معايا اللي هم قاعدين بيتفرجوا في المسرح يطلعوا على خشبة المسرح ويكون لهم دور. يعني بيسمح للأطفال الحضور إن هم يطلعوا على خشبة المسرح ويشاركوا في خط سير الدراما الخاصة بالعرض، مظبوط؟ بالظبط. طيب ده بيتطلب هو ده الجديد. ده بيتطلب من الممثلين اللي على الخشبة إن يكون عندهم نوع من أنواع الإمبروفايزيشن، أو إن هم يعني يبتكروا شيء جديد ويمشوا مع الخط اللي بيقترحه الأطفال، مظبوط؟ بالظبط، وكتير بتحصل مفاجآت. علشان كده لازم يكون الشخص اللي بيعمل ده أو الممثلين اللي ناويين يعملوا ده في حالة التفاعل دي يكون عارف شوية الدور الشبه محدد اللي هيقوم بيه الطفل على المسرح، وإلا ممكن الطفل يفاجئه مفاجأة تاخده بره السياق تماما. طب احكي لنا، هل ده حصل؟ هل حصل في مرة إن طفل من الأطفال اقترح حاجة في القصة، فتح خط جديد فكانت مفاجأة ليكي والممثلين على خشبة المسرح؟ حصل. كان في عرض لطيف بقدمه أنا وصديقة ليا حكاءة فلسطينية، بقوم أنا بدور جدة وهي بتقوم بدور حفيدتي، ودايما بتعمل مواقف يعني محرجة، وأنا بفضل بقى يعني أداوي الموضوع من خلال العرض. فكنا في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وكان الحدوتة بتتكلم عن الابتسامات. وواضح ان كان في طفل موده مش كويس وفي حاجه مضايقاه، حاجه مشكله كبيره يعني عنده. فالمفترض ان هي بتنزل للجمهور وتبدا ان هي تاخد منهم الابتسامات، تبدا تخليهم يتفاعلوا معاها، انت اللي اخذت الابتسامات بتاعتي، اين ذهبت الابتسامه بتاعتي؟ ففي طفل من الاطفال رفض الابتسام وقال لها انا مش سعيد وانا مش مبتسم وانا ما عنديش ابتسامه امنحها لك، وساب العرض ومشى. يعني ساب يعني بعد ما انفعل كده حس بشويه حرج. تفاعلتوا ازاي؟ يعني كان ايه رد فعل الممثله الفلسطينيه؟ رد الفعل ان هو اعتبرناه ان هو جزء من الحدث، وبدات ان هي تتكلم وتنادي عليه وتلفت نظره وتكمل مع الاطفال.
ساعات بيحصل انه نقدر نتدارك، وساعات بنضطر ان احنا فعلا نتجاوز نغير شيء ونضيف، وفي ساعات بيحصل تجاهل، بس في الموقف ده احنا ما تجاهلناهوش، بس يعني السياق ما دخلش جوه اطار المسرحيه قد ما احنا طبطبنا على الولد. في معرض القاهره كمان حصل معايا موقف لطيف جدا. كنت في مفروض في جزء من القصه انه بتحكي عن مجموعه من الغرباء بيجتاحوا القريه وبيكون لهم غرض ما مبهم بالنسبه للاطفال، فبدات اشرك الاطفال يا ترى هم بيعملوا كده ليه؟ فردت طفله وقالت عشان يوقعوا بين الاسره وبعضها. قلت لها تمام. ردت طفله تانية وقالت لي علشان الاب والام يتطلقوا. يعني كل طفل يعني خلينا نقول مش عايز اقفز الى بعض الاستنتاجات، بس كل طفل بيقول من طابع تجربته الشخصيه، من طبع محيطه او مشاكله. بالفعل هي خطوه مهمه يا فندم. يعني هي يا استاذه نيروز، هي خلينا نقول المسرح التفاعلي حسب ما حضرتك شرحتيه لنا وشرحتيه للساده المشاهدين، هو خطوه مهمه جدا، وفكره انه الاطفال بتشارك في خط سير الدراما الموجوده على المسرح اكيد هي بتعزز كمان الخيال عندهم، وكمان بتبقى في عبء عليكم كمان انتوا اكبر عشان تقدروا تسيروا الخط الدرامي للمسرحيه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنانه نيروز التنبولي كاتبه الاطفال.